لكن في البدايه خلينا نتكلم عن استعدادات النادي الاهلي لمباراه بيراميدز. مباراه اكيد مهمه جدا جدا، جايه بعد الخروج الافريقي، وهي كانت صفحه خلاص وانتهت تماما تماما بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين ومجلس الاداره وكمان جمهور النادي الاهلي اللي متعود دايما ان هو بيبص لقدام، بيفكر في التحديات المقبله، المنظومه بشكل كامل متعوده على كده داخل القلعه الحمراء، كمان الجمهور الاهلاوي اللي منتظر مباراه بيراميدز بشكل كبير جدا، خصوصا ان فريق بيراميدز من الفرق المميزه هذا الموسم في بطوله الدوري اللي قدروا ان هم يعملوا شكل ونتائج جيده وبينافسوا في الحقيقه على بطوله الدوري العام هذا الموسم، بعد ما كانوا في البدايه قريبين شويه في المنافسه، بعد كده بعدوا لفتره كبيره، وبعد كده دخلوا تاني في المنافسه، مع الاعتبار او وضع في الاعتبار ان بيراميدز لاعبين ماتشين زياده عن الاهلي والزمالك اللي هم طبعا كمركز اول النادي الاهلي متصدر البطوله ونادي الزمالك المركز الثاني. فالعموما يعني منافسه قويه جدا، بالتالي من هنا مباراه الاهلي وبيراميدز مباراه بست نقاط مش بثلاث نقاط بس مجازا طبعا، لان مباراه الاهلي وبيراميدز لو انت كسبت هتعطلهم ثلاث نقط وهتزيد انت ثلاث نقط في جدول المسابقه، وتبقى خدت خطوه مهمه جدا في مشوارك في هذه البطوله الصعبه والمثيره هذا الموسم في ظل التنافس الكبير في ما بين الفرق في المباريات، وخصوصا كمان ان انت لسه عندك مباريات اكثر سخونه وقوه سواء مع المصري سواء مع الاسماعيلي، كلها مباريات مهمه، وكل ما تبقى في الحقيقه من مباريات في بطوله الدوري كلها مباريات لا تقل اهميه عن بعضها يعني. فمن هنا جاي التركيز الكبير بالنسبه لاعيبه النادي الاهلي، بالنسبه للجهاز الفني، وانا بكلمكم في هذه اللحظات الفريق بيخوض مران مهم جدا بيستعد من خلاله لهذه المباراه. قبل المران كان في محاضره مهمه جدا جدا من مستر لاسارتي للاعبين، كان في اجتماع مع الجهاز المعاون في البدايه، وايضا المحاضره الخاصه باللاعبين، المحاضره الخاصه باللاعبين وهي ضروره او كانت بتكمن في ضروره التركيز في هذه المباراه وضرورة الفوز بيها، وكمان مهم قوي قوي ان النادي الاهلي يظهر باداء جيد، وخصوصا ان احنا عارفين ان النادي الاهلي او شفنا النادي الاهلي من خلال متابعتنا كلنا كان ماشي بشكل جيد جدا حتى مباراه سان داونز، مباراه الذهاب ده الدروب اللي حصل يعني بالنسبه للنادي الاهلي، لكن مهم قوي ان انت ترجع بسرعه، رجعت من خلال مباراه المقصه كسبت 2-1، رجعت كمان نسبيا من خلال مباراه سان داونز مباراه الاياب وكسبت 1-0، مهم جدا ان انت تواصل الانطلاقه اللي بدات بالتحديد مع نهايه مباراه سان داونز، لو انطلاقه استمرت من خلال فوز غالي جدا على فريق بيراميدز تبقى خدت خطوه هامه قوي 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 في مشوارك في بطوله الدوري العام، وده اللي احنا بنتمناه بكل تاكيد بالنسبه للنادي الاهلي.